العام الماضي كان في بعض الاعتراضات على جوائز الافضل في العام، هل في معايير جديده لاختيار الافضل هذا العام؟ هل طبعا الاعتراض عشان تكون برضه عارف كان بكثير من من اللاعبين مثل رياض محرز الموسم الماضي كان في اعتراضات جزائريه كثيره على عدم تواجده في الترشيحات، هل في معايير جديده هذا العام؟ ممكن تفكرني ممكن تفكرني بحاجه معينه؟ اه أوكي. رياض محرز ما كانش موجود العام الماضي في الترشيحات النهائيه وده سبب اعتراضات كثيره من الجماهير الجزائريه خاصه انه كان بيلعب موسم رائع جدا ما هي المعايير الواضحه للكاف في اختيار افضل اللاعبين؟ <applause> Don't know how, how, how much you للاسف انا للاسف انا 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 شايف ان 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 رياض محرز ان رياض محرز عمل ايه السنه اللي فاتت عشان يظهر؟ رياض محرز كسب ايه السنه اللي فاتت عشان خاطر ياخد جايزه او عشان خاطر يظهر؟ انا مش انا مش انا مش فاهم هو رياض محرز عمل ايه؟ اه oh, ممكن يكون the بيلعب the كويس the وكل حاجه بس هو حقق ايه؟ هو يعني هو عمل ايه؟ عمل ايه؟ ايه كويس فكرني يمكن انا ناسي عشان خاطر عشان خاطر ان هو ياخد هديه او عشان خاطر ان هو يظهر اه هو لاعب جيد جدا ولكن طبعا مقاييس آه آه المكسب او مقاييس اختيار اللاعب ما بتبقاش بس على خاطر ان هو بيلعب حلو هو جاب كم جون السنه اللي فاتت اه الجائزه بالمناسبه عن الموسم الماضي كان الموسم اللي كان بيلعب فيه اخر موسم لرياض محرز في الدوري الانجليزي وكان فائز مع مانشستر سيتي بالدوري الانجليزي ودوري ابطال اوروبا لو تتذكر في في الدوري ده انا 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 بيتهيالي <applause> اني ان وجهات النظر مختلفه احنا لينا وجهه نظر في في اختيار في اختيار حد يعني يعني زي ما احنا اخترنا لعيب السنغال وهو وهو يمكن كسب السنغال انها تخش كاس عالم لكن آآ رياض محرز عمل ايه؟ هو هو اه لاعب كويس وبيلعب كويس بس عمل ايه تاني؟ <applause> طيب okay. بالم... هو تاني هو لعيب جيد جدا ولكن ولكن هو ما خدش الفريق بتاعه لكاس عالم يمكن بيلعب في الانديه كويس جدا لكن في فريق بلده هو هل هو خده الكاس عالم؟